الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقاتنا على قناة المشاهد. هذه الحلقة تتميز بالإثارة، ولكن الإثارة بنوع أو بعمق ثقافي. ما طعم الاعترافات؟ ما لونها؟ حينما نكتب ونعترف فذاك شيء، ولكن حينما نستمع لطعم الاعتراف يكون له مذاق آخر. لكن حينما نشاهد ونسمع، يكون الاعتراف أكثر قسوة وأكثر تأثيرا على النفس والبدن. حالات كثيرة، ولكن حالة أكثر قسوة هي تلك التي نراها لسيدة مغربية تسمى نورا زكري، تعيش بإسبانيا، تحكي قصتها كعاهرة في المغرب وفي إسبانيا. هذا الاعتراف على قناتها يعكس قمة البوح والاعتراف عن إنسانة بسيطة عبر مسارها، كيف تحولت إلى عاهرة بامتياز، وكيف أجبرت على القيام بفعل الدعارة. والأكثر قسوة هو هذا الاعتراف، وهي اعترافات مؤثرة بشكل كبير على مستويات متعددة، تختلف درجاتها ومستوياتها بين من يتعاطف وبين من يرى في فعل الاعتراف فعل شيطاني. ولكن هذه المادة التي تقدمها هذه السيدة هي مادة خامة أدبية تصلح لكتابة رواية جيدة. من طبيعة الحال اعترافات محمد شكري تدخل في هذا الباب، عن طفولته في رواية الخبز الحالي، الخبز الحافي عفوا، وهو تعبير عن واقع سياسي واجتماعي لمغرب ما بعد الاستقلال. كتابة الاعترافات وتدوينها موضوعة قديمة جدا، نجدها في اعترافات سان أوغسطين، ولكن حالة متطورة لهذه الاعترافات نجدها عند الفيلسوف جون جاك روسو، وهو يعترف عن 53 سنة من حياته وأحاسيسه الدفينة في جميع المواقف التي واجهته مع المرض والحالة النفسية المتردية في أواخر العمر، وهي اعترافات صادقة. يصفها نيتش بأن روسو هو ذاك الرجل العصري المثالي والوغد في شخص واحد، بمعنى حينما تجتمع المثالية ويجتمع الوغد في شخص واحد. اعترافات روسو تبعها الكثيرون وألهمت الكثيرون، وأصبحت موضوعة مفضلة لدى الكثيرين، من بينها من طبيعة الحال اعترافات قناع للكاتب الياباني المشهور يوكيو ميشيما الذي أقدم على الانتحار. دعونا نستسقي ماذا تعني هذه الاعترافات. الاعترافات هي حالة وجودية، أو هي حالة عن تعبير الأزمات الوجودية التي نتخبط فيها ويعاني منها الإنسان حينما لا يجد أجوبة شافية تمنحنا سعادة مستديمة. وهذه الاعترافات تقودنا من طبيعة الحال إلى الاعتراف دون حدود، سوليميت. نجد في رواية اعتراف شاب ينتمي إلى القرن العشرين للكاتبين خافير غاشيولا ورورو إتشابيس، طرحا فلسفيا عميقا عن الأسئلة وعن معنى وجود الإنسان في الحياة، وتتحول محاورة
عبر الإيمان بين شاب وشخص متدين إلى عمل روائي. نجد كذلك رواية اعترافات شرطية للكاتبة الإسبانية أولغا مايسو، كما نجد اعترافات امرأة وحيدة للكاتبة باولا مولينا. حالات الاعترافات حالات يكتسبها الصدق والعفوية والتخلص مما يثقل النفس ولا تستطيع النفس تحمله، وتسعى إلى التخلص منه دفعة واحدة أو عبر دفعات نفسية متتالية. كما يقول الرئيس الأمريكي جون كينيدي أن حب القراءة هو قضاء متعبة أو هي مسألة متعبة من ساعات العمل الذي لا يطاق. هذه الساعات الطويلة حولها الكاتب المغربي محمد أديب السلاوي إلى فعل كتابة في أنواع مختلفة من أجناس أدبية، لذلك استحق نوعا من الاعتراف الجميل. تم تكريم الكاتب محمد أديب السلاوي بجائزة الاتحاد العربي للثقافة بدمشق بسوريا يوم 13 يناير 2020 كنوع من الاعتراف بالرجل ودوره الفعال في تطوير الثقافة العربية ودفع عجلتها إلى التميز والإبداع. يعني أن موضوع الاعتراف هي موضوع شاسعة، فقد طرحنا بعضا من جوانبها في هذا الفيديو على أن نكمل حلقات متجددة ونغوص معكم في أشكال متعددة. وإلى لقاء آخر، لكم كل التقدير والمحبة. كان معكم عبد الله الساوى، أستودعكم الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.